بالمؤتمر الاستثنائي بالجديدة. قد اجتمعت كل يعني المكاتب بما فيها المكتب التنفيذي بدعوة من المكتب التنفيذي لمناقشة تكليف جديد في إطار التراتبية التنظيمية، في إطار أيضا مواكبة استراتيجية العامة للبلاد أي النظام الجهوي. وتقرر إحداث مكاتب جهوية طبعا كفعل ناجع لاستمرارية الاشتغال. ويوم أمس قد تأسس المكتب الجهوي لقليمي موادنون، تم انتخابي كمنسقة جهوية لفروع الأربعة، فرع طنطان والصزاق ثم سيدي إفني وقليميم. طبعا فريق نسائي من الكاتبات والمثقفات لهن أعمال، احتجنا إلى مد اليد للمساهمة أيضا في تأثيث المشهد الثقافي المغربي في هذه المناطق، مناطق الجنوب. والرابطة هي مؤمنة طبعا منذ تأسيسها بهذا البند، وهو التنقيب على كاتبات وإنتاجات أدبية ونقدية لطبعا المشاركة في حفلات توقيع وفي أيضا في دور النشر وأيضا في معارض دولية وما إلى ذلك. بالتالي فنؤمن بأن هناك طاقات تحتاج إلى تشجيع وتحفيز. لهذا فأرى أنه أو نرى جميعا في رابطة كاتبات المغرب أن تأسيس المكاتب الجهوية سيكون لها دور إن شاء الله دور ناجع للكشف عن هذه الطاقات، وستنطلق من أرضية صلبة وهي أرضية صلبة للاشتغال هي مدارس التعليمية. أيضا منسقة الجهويات لرابطة كاتبات المغرب قد أعلنت رئيسة رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا التي حضرت معنا من خلال فتح لقاء تواصلي مع الكاتبات والمثقفات في مدينة قليميم، وأيضا حضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين الذين طبعا نوهوا بهذه المبادرة، وأيضا مؤمنون بما جاءت به الرابطة. ومن خلال هذا اللقاء التواصلي قررت السيدة الرئيسة بديع الرادي على أن المكاتب الجهوية ستكون أيضا مكلفة بالمكتب الدائم لإفريقيا، كاتبات إفريقيا. طبعا هذا يعني أعتبر أن هذا اللقاء التواصلي المفتوح هو بمثابة يعني بادرة من طرف رئيسة رابطة كاتبات المغرب، وعودتنا على ذلك بفتح نقاش مفتوح للاقتراح وأيضا طرح تساؤلات وبدائل لطبعا إنجاح الفعل الثقافي في هذه المناطق.